السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. تلقى جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر خبرا سارا من الدوري الفرنسي وتحديدا من نادي أولمبيك مارسيليا، فقد قرر خورخي سامباولي مدرب الفريق الاستعانة باللاعب الشاب جواكيم قادا ومنحه عقدا احترافيا ليستمر مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. وتمثل تلك الخطوة خبرا إيجابيا بالنسبة لجمال بالماضي السعي لإيجاد بديل مناسب للمدافع المخضرم جمال الدين بالعمري، وسيكون جواكيم قادا ضمن كتيبة مارسيليا في الموسم الجديد، علما بأنه خلال وقت سابق اختار تمثيل منتخب الجزائر في السنوات المقبلة من خلال تصريحاته الصحفية بأنه لن يمثل غير الجزائر. وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية التي عددت مزايا لاعب مارسيليا الشاب جواكيم قادا الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهو قادر على تنظيم اللعب من الخلف والدقة في التمريرات الطويلة بجانب امتلاكه قوة بدنية تمنحه الأفضلية في الالتحامات. ورغم ذلك أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لاعب مارسيليا يعاني من بعض العيوب الفنية لكنه سيتغلب عليها بمرور الوقت، خاصة مع صغر سنه. وقد ولد قادا في 2001 وعمره حاليا 20 سنة تقريبا، وطوله يصل إلى 190 سنتيمترا. أما أصوله الجزائرية فهي من جهة والدته الجزائرية ووالده فهو إسباني. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتواصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.